مرحبا أعزائي متابعي قناة برلين بعين عربية. أشرح اليوم عن السناب شات وتحديدا عن معرفة الشخص اللي أخذ لقطة شاشة في القصص العامة وفي القصص الخاصة. قبل ما أبدأ أشرح لكم عن الطريقة، طلب رجاء أنه كل واحد يدخل على هذا الفيديو أمان عليه أنه يشترك بالقناة ويفعل الجرس ولايك الفيديو. هذه الطريقة طبعا موجودة، إحنا اليوم في شهر السابع 2024، ممكن بعد أسبوع، ممكن بعد شهر تتغير، ممكن بكرة تتغير، لكن هذه الطريقة موجودة صار لها فترة، فكثير متابعين ما يعرفوها، فحبيت أنه أعمل لكم هذا الفيديو. وخلي ندخل من داخل السناب أشرح لكم، لكن مرة ثانية مثل ما أساعدكم ساعدوني رجاء الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس. الآن راح أدخل على السناب. بعد ما دخلت على السناب، هذا حسابي KHLD123525. في عندي هنا ناشر قصص خاصة مع الأصدقاء بقصص عامة، راح أدخل على القصة الخاصة. القصة الخاصة حتى تعرف انه اللي اخذ لك لقطة شاشة فقط ترفعها الى الاعلى، راح يظهر عندك اللي اخذ لك القصص الخاصة، وهذا حسابي الثاني مثل ما تشاهدون هنا. يما هذه هنا، هذه العلامة، هذه معناتها انه اخذ لك لقطة شاشة. هاي الطريقة الاولى بالنسبة الى القصص الخاصة مع الاصدقاء. الان اذا جينا على القصة العامة، راح ادخل على القصة العامة، راح تشاهدون هذه القصة العامة في عندي لقطة شاشة هنا وفي عندي لقطة شاشة هنا. لو نزلنا إلى الأسفل ما راح تلقي الشخص اللي أخذها، لكن في طريقة ثانية وابتكرتها أني حتى نعرف منو اللي أخذها. راح ندخل هنا، فقط تمسك الشاشة وتنزلها إلى الأسفل، راح يظهر عندك هذا الخيار اللي كثير ما يعرفوه. هنا مثل ما تشاهدون خالد أخذ لقطة شاشة، هذا حسابي الثاني من قصتك قبل 21 دقيقة، فأنا عملتها. وعندك الأصدقاء هذه موجودين هنا، وتقدر تشاهد بعد بالأسفل كلها هنا، هذه لقطة الشاشة اللي أخذتها أيضا يوم أمس. فهذا الشيء اللي موجود حاليا في النشاطات، راح تقدر تعرف من اللي أخذ لك لقطة شاشة. هذا حبيت اشرح لكم اياه عن هذه الطريقه بنهايه الفيديو. اذا عجبك الفيديو اكيد استفاديت منه، امانه عليك الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس، ساعدوني مثل ما اساعدكم. تحياتي لكم ومع الف سلام. في فيديو راح اتركه بصندوق الوصف طريقه ايقاف الاضاءه المستمره في الايفون 15 حتى تحافظ على الايفون مالتك وما ينزل مستوى البطاريه. تحياتي لكم، مع السلامه.